السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: انتفاضة تشرين مستمرة رغم القمع الحكومي. يوم الجمعة الماضية انطلقت الموجة الثانية من انتفاضة تشرين المطالبة بإسقاط النظام وإزاحة هذه العملية السياسية التي وصفها العراقيون أنها فاسدة، ومن يحكم فيها ارتكب ما يمكن ارتكابه من الانتهاكات. وبالتالي وبعد مضي 16 عاما على هذه الحكومات التي لم تقدم أي شيء جديد للمجتمع أو للبلد، وصل العراقيون إلى قناعة تامة أن إسقاط هذا النظام وبناء دولة جديدة بشكل صحيح هو المطلب الوحيد. ويبدو أن حكومة المنطقة الخضراء تأبى أن تترك الكراسي، فهي مستمرة في قمعها للمتظاهرين السلميين العزل الذين أكدوا أن كلمتهم أقوى من سلاح الدولة وميليشياتها. ومع هذا ارتكبت المجازر ضد المتظاهرين وقتلوا في كربلاء كما قتلوا في محافظات أخرى. نحن نطرح هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام: لماذا تصر الحكومة على عدم تلبية مطالب الشارع الذي يريد رحيلها؟ وما هذا الأسلوب الدموي المتبع ضد المتظاهرين السلميين العزل الذين يمارسون حقا مشروعا؟ أين العالم الصامت عن ما يحدث في العراق؟ وكذلك من يتحمل مسؤولية المجزرة التي وقعت في كربلاء وأودت بحياة عشرات المتظاهرين ومئات الجرحى؟ هل سيتم تشكيل مجلس تحقيق آخر يبعد الحكومة مرة أخرى عن المسؤولية في قتل المتظاهرين؟ ماذا خلف الصفقات السياسية التي تدور الآن بين العامري والصدر؟ وكذلك هل بزوال حكومة عبد المهدي فقط ستنتهي المشكلة في العراق؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها إن شاء الله في هذه الحلقة. بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عن طريق أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تمكنكم من إرسال الرسائل النصية التي سنقرأها تباعا في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن يوم الجمعة الماضية انطلقت الموجة الثانية من انتفاضة تشرين، شهدت كذلك قمعا حكوميا مستمرا بنفس الوسائل وبنفس الطرق. هذا القمع أودى بحياة الشهداء عراقيين وجرحى كثر طبعا جراء الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع التي كانت أيضا هي نوع من أنواع الاستهداف للمتظاهرين. شهدت هذه الانتفاضة كذلك خروج الطلبة في اعتصامات ومظاهرات وإضراب عن الدوام، وهذا أمر طبعا كان مميزا للغاية في هذه الانتفاضة. كذلك موضوع خروج الطلبة بشتى الأعمار بالمناسبة، وكذلك الكليات الجامعات المدارس الثانوية وحتى الابتدائية خرج البعض. مشاهدينا الكرام، كانت هذه الانتفاضة ولا تزال شعبية سلمية بشتى الوسائل والطرق التي يمكن أن توصف بها، لكن مع هذا تأبى حكومة المنطقة الخضراء أن تتعامل بعقلانية مع هذه المظاهرات وتلبي المطلب الذي يريده العراقيون، وهو إسقاط هذا النظام وإزاحة هذه العملية السياسية. الآن تحاول هذه الحكومة أن، وحتى من اليوم الأول لها من هذا الشهر، تحاول أن تبين للعالم، تضحك على نفسها ربما أو على الشعب أو على جزء من الشعب، أنها تريد أن تلبي مطالب متعلقة ببعض الإصلاحات، في حين أن الشعب في الشارع يريد إسقاط هذا النظام ولن يتنازل عن هذا الحق وفق ما أكده العراقيون في أكثر من مناسبة. معنا السيد أبو الحسن من البصرة، تفضل أبو الحسن. السلام عليكم، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي
تحياتي لك ولكل كادر القناة وإلى الشعب العراقي الدائر وإلى كل المشاهدين. حياك الله. أهلا وسهلا. تفضل أبو الحسن. أنا دا أتحدث من مدينة البصرة والمدن الجنوبية التي كنت أنا في علاقة متواصلة مع المدن الخريبة من محافظة البصرة. واضح جدا بدأت الجموع البشرية الهائلة تتواصل على هذه المظاهرات، أيضا احتفال كبير بهذا النصر بهذه الثورة العملاقة. اليوم كما معروف أنه خطاب الرئيس الغير شرعي برهم صالح لإسكات هذه الأصوات الثائرة، لأنه لا قيمة له ولا قيمة لأنه ضمن المشروع الأمريكي الخطير. أخي الكريم، على المناشدة كل دول العالم، كل الحركات التحرر بالعالم، كل المنظمات الدولية والأمم المتحدة والشعوب العربية والشعوب الإسلامية أن تقف مع هذه الثورة العملاقة التي سقط بها دماء كثيرة لا يمكن السكوت عنها. أعتقد أنه واضح أن هذه أعظم ثورة في تاريخ العالم، لأنها سطرت هذه الدماء الزكية لإعادة مع هذا تستمر هذه الحكومة بقمع هذه الانتفاضة، وكذلك هناك محاولات لركوب الأمواج من مقتدى الصدر وكذلك هادي العامري باتفاق بينهما من أجل تشكيل حكومة جديدة. هل تعتقد أن إن رحل عادل عبد المهدي وجاء شخص من التيار الصدري أو من منظمة بدر ليحكم مكان عادل عبد المهدي، هل تعتقد أن هذا سينهي الموضوع، سيحقق طموحات الشعب، سيرضي المجتمع؟ سيدي الكريم، أعتقد أن كل شباب هذه الثورة لا تقتنع بأي رئيس وزراء قادم من الكتل السياسية. هناك شعب دائر، هناك دماء قد سقطت، لا يريدون إلا إعادة المشروع الوطني العراقي. أعتقد كل الكتل المشاركة في العملية السياسية، عملية السياسية المشروع الأمريكي الخطير لا قيمة لها إطلاقا مهما كانت الأسماء. الشعب الدائر بأكمله، قد سقطت محافظات جنوبية، أكثر المحافظات الجنوبية قد أصبحت آمنة باستفتاء بغداد وكربلاء. الشعب العراقي في ثورته العملاقة لا يريد إلا حكومة وطنية أو حكومة إنقاذ أو مجلس عسكري مثل ما كانت السودان، لأنه لا يمكن أن تكون هناك استقرار كامل إلا بحكومة المشروع الوطني. العراق مليء بالكفاءات، خارج العراق مليء بالقادة العسكريين المحترفين. هذه المؤسسة العسكرية هي مؤسسة بائسة تتأمر في أيادي أجنبية خفية. فأنا أنصح إيران يعني سحب كل قواتها الميليشية الميليشياوية بالعراق فورا، لأن الشعب هائج. أنا أعتقد يعني معلومات دقيقة، إذا يعني الشعب بأكمله يبحث عن حلول إيرانية، والله العظيم أنصح إيران بالهروب من العراق فورا، لأن الشعب هائج، المشروع الوطني قادم، إن شاء الله يتحرر العراق بإرادة قادمة. شكرا جزيلا سيد أبو الحسن، كنت معنا من البصرة. طبعا مشاهدينا الكرام، يعني كذلك حدثت في كربلاء خلال الأسبوع الذي مضى مجزرة بحق المتظاهرين، ضد المتظاهرين من قبل القوات الحكومية تحديدا قوات السوات. هذه المجزرة التي ارتكبت وأودت بحياة عشرات الشهداء ومئات الجرحى لم تجعل حتى الحكومة تعترف بها، بل خرج المحافظ لينفي وجود أي شهداء أو ضحايا في هذه المظاهرات بشكل يعني حتى لم يقنع نفسه ربما بهذا الكلام، في ظل وجود مقاطع موثقة وفي ظل وجود أهالي الشهداء الذين تحدثوا عن أولادهم الذين قتلوا، وفي ظل وجود ثلاجات الموتى في الطب العدلي والمشرحة وغيرها، مقاطع موثقة تثبت أن كربلاء شهدت مجزرة حقيقية وبقوات على أيدي قوات حكومية طبعا. وبالتالي عندما تنفي الحكومة، ما الذي يعنيه هذا؟ ولماذا التستر على هذه المجزرة؟ ولماذا أيضا محاولة إخفاء الحقائق المستمرة الآن في العراق؟ إلى أين تريد
أن تصل حكومة المنطقة الخضراء مع العراقيين الذين يطالبون برحيلها، يطالبون برحيل هذا النظام وبرحيل هذه الأحزاب؟ يعني استمعتم إلى حديث السيد أبو الحسن من البصرة يقول لم نعد نقتنع أو نثق أو نصدق بأي حزب أو كتلة سياسية موجودة الآن في العراق، فلماذا هذا الإصرار على البقاء في هذا البلد؟ سيدة نجاح من الأردن تفضلي. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة أستاذ للقمع اللي دا يصير بالبلد، نعم، على المتظاهرين على المعتصمين، هذا كله يعني ما يجدي نفع، بعد فلتت يعني من إيديهم وانتهى، بس نعم، هم باقين متشبثين بالباطل. وانت لو تلاحظ أستاذ أكو فد ملاحظة جدا يعني بديعة، طبعا الباطل هو زهوق، تشوف صوت الحق يا أستاذ والله العظيم بتباوع، بنشوف هاي الجموع كلها وش قد بتروح شهداء وش قد يروحون إصابات بليغة أو بسيطة أو بعرف شو، وتشوف الفرحة الناس بيخلصوا من هاي الغمامة على راسهم، ما ديهمهم ولا دين يردعون ولا دين يرجعون ولا دين يخافون، الله مزين قلوبهم وعقلهم وبصيرتهم بالحق. شوف يعني ايش قد يكون الباطل زهوق هو، وباع الحق يعلو ولا يعلى عليه. شوف الناس وهاي الجموع وهاي الشباب خطية، والناس كلها شوف الفرحة تحس بيها بعيونهم، بس يبقون هم الخايف والمجرم واللي يأذي يبقى هو مرعوب، صدق مرعوب، برغم سلاحهم برغم اضطهادهم للناس برغم القمع، بس يبقون هم الخسرانين هم الفاشلين. شلون حيبررون هذا القمع هذه المرة يا سيدة نجاح بعد التقرير الذي وصفه العراقيون أنه تقرير فاشل يضحك على الشعب، هذا التقرير الذي كان في بداية الشهر للتحقيق في المجازر التي ارتكبت في الموجة الأولى من المظاهرات، ما الذي سيقولونه الآن عن ما يحدث الآن من قمع؟ هل سيقومون بتشكيل مجلس تحقيق آخر يتحدث عن الشهداء ويستثني الحكومة من المسؤولية؟ أستاذي العزيز هم يغطون ويضمون ويكذبون، احنا مثل ما تعلم حضرتك وتعرف هم دائما ما قصد شيء صدقوا بي، ما صدقوا بأي موضوع بأي سياسة بأي قرار بأي مشروع، كله كذب كذب باطل مخادعة غش، يعني كلها بدأت باوع هاي التريليونات وهاي الميزانية الانفجارية اللي يستحيفون يصرفون على شعبهم، لا شارع ولا إمارة ولا مجمع ولا مدارس ولا، بالعكس للنازل للنازل ويأخذون بالضرائب بالبنزين الغالي بالمدارس المعرف شنو الأهلية بالمستشفيات، روح من مكان روح جيب دواء وسرنجة أو معرف شنو، احنا دولة نفط نعوم عن نفط خير من الله عدا ثروات البقية. سيدة نجاح إذا بحسب كلام رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح الذي قال بأنه رئيس الوزراء على استعداد لتقديم الاستقالة إذا كان هناك بديل متوفر حتى لا يكون هناك فراغ دستوري بحسب ما ذكر. طيب من هو البديل الآن من هذه الأشكال من هذه الأشخاص من هذه الوجوه؟ رئيس الجمهورية برهم صالح في كلمته قبل قليل تحدث عن أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لديه استعداد لتقديم الاستقالة إذا كان هناك بديل متوفر حتى لا يكون هناك فراغ دستوري كما يقول. طيب من البديل الآن الموجود من هذه الوجوه الحاكمة؟ وهل تعتقدين أن أي بديل سيأتي سيرضي المجتمع في ظل وجود نفس النظام؟ المجرب لا يجرب، كلهم جربناه، ما طلع واحد براس حظ ووطني ويشعر بالظلم، نعم، يشعر بالاضطهاد العايش به الشعب والظلم والفقر. احنا وين صايرة هاي؟ وين صايرة هاي ثرواتنا وهاي ميزانياتنا؟ واحنا يعني ابسط ميزانيه شوف بعمان، شوف بقايا الدول البسيطه الفقيره، وما صار بها هذا الظلم ولا صار بها هذا الجوع ولا هذا الفقر كله. نعم. المجرب لا يجرب. شكرا جزيلا سيدة نجاح. ابو قاسم من نينوى تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لكم قناه الرافدين البطله ابويا. حياك الله، اهلا وسهلا. يابا احنا بالنسبه لنا نحيي محافظات الجنوبية كلها على هاي المظاهرات، وقلوبنا والله وياهم يابا. نعم. احنا نحييهم وقلوبنا معهم.
لكن احنا هنا في محافظتنا نينوى ما نقدر نطلع مظاهرات، لانه هنا احنا تعرف يعني شغلتنا تعبانه، بس ان قال داعش وعمل داعش، فاحنا معهم قلبا وقالبا نريد تنقلون هاي تحياتنا الى محافظات الجنوبيه كلها دون استثناء. وصلت رسالتك وصوتك يا سيد أبو قاسم، بارك الله بكم نختي، بارك الله بكم. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من نينوى. السيد أبو قاسم يساند ويؤازر المتظاهرين في المحافظات الوسطى والجنوبية، الخارجين الآن بانتفاضة التشرين، العراقيين السلميين العزل، ويرسل التحايا ويقول بأنه يعني يبرر حقيقة عدم خروج أهالي محافظة نينوى بأن هناك ربما سيكون استغلال لخروجهم من قبل السلطة على قضية الإرهاب وداعش وإحداث فتنة مرجوة من الحكومة أن تقوم بها إذا خرج هؤلاء العراقيون من المحافظات الغربية، وبالتالي يعتقدون أن هذا أأمن لمن هم في بغداد وفي المحافظات الجنوبية، حفاظا على أرواحهم كذلك من أي محاولات رخيصة تتبع حكوميا من أجل إبادتهم كما أبيد العراقيون في المحافظات الغربية سابقا بنفس الذريعة. طبعا مشاهدين، أيضا من الأسئلة التي نطرحها اليوم في هذه الحلقة، أين العالم الذي يشاهد العراقيين وهم يقتلون ويقمعون بهذه الطريقة ولا يتدخل؟ بعض التقارير التي تندد وتشعر بالقلق كمنظمة الأمم المتحدة ربما بممثلتها التي ذهبت إلى العراق وخرجت بتقرير تتحدث من خلاله عن دعوة للمصالحة الوطنية، دائما ما كنا نسمع هذا الكلام من الموجودين في السلطة أو حتى من الممثلين الذين يأتون إلى العراق، الممثلين الأمميين يتحدثون عن مصالحة وطنية وكأن المجتمع فيه انفصال، فيه خصام، ولم يشاهدوا أو لا يريدون ربما أن يشاهدوا ماذا يحدث على أرض الواقع من مؤازرة ودعم ومساندة بين العراقيين وبعض. لماذا إذن إدخال هذا الموضوع؟ المصالحة مع العملية السياسية هي أمر مرفوض من المجتمع، والدليل أن الشعب يريد إسقاط النظام، هذا هو الشعار المرفوع. فعندما تخرج الممثلة الأممية بهكذا دعوة تريد بها أن تكون هناك مصالحة وطنية بين المتظاهرين، طيب مع من؟ مع من ستكون المصالحة؟ إذا كانت مع العملية السياسية فهي مرفوضة أصلا، لأن العراقيين قرروا وحددوا ما يريدون، وإذا كانت تقصد بين المجتمع فالمجتمع متآخي، وهذه المظاهرات والانتفاضات هي أكبر دليل ومثال على ما يحدث. طيب بغض النظر على الأمم المتحدة، أين الدور العالمي؟ أين دور الدول المحيطة؟ أين دور الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان وهم يشاهدون العراقيين يقمعون يوميا بسبب وبدون سبب، إن كانوا خارجين في مظاهرات أو إن كانوا جالسين في البيوت، هناك قمع وهناك ميليشيات وهناك إبادة مستمرة للعراقيين بسبب هذه الحكومة التي حكمت هذا البلد منذ 16 عاما. أنا لا أقصد فقط على حكومة عادل عبد المهدي، نفس العملية السياسية بنفس الوجوه، تغيرت المناصب لكن نفس الشخصيات. مشاهدينا نقرأ بعض الرسائل التي وردت على الواتساب سريعا. يقول السيد مبروك من الإمارات، تحية لك أخي محمد، الانتفاضة التشرينية تنتصر بتضحيات الشهداء الذين سقطوا أمس وبداية هذا الشهر لحين إسقاط النظام وإيجاد نظام جمهوري رئاسي يعود به العراق حرا أبيا لما كان فيه، ولا لا مكان فيه لأذناب إيران. رسالة تقول: السلام عليكم، بس أريد أفتهم، هو عادل عبد المهدي يقول أريد أستقيل بس كون وجود بديل، أنت بعد شعليك بالدولة، استقيل وفضها. هذا كان ما ورد في كلمة ما يسمى رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، الذي قال بأنه رئيس الوزراء على استعداد لتقديم الاستقالة إلا إذا توفر البديل حتى لا يكون هناك فراغ دستوري. طيب رسالة تقول: السلام عليكم، أنا يوم عبد الله من البصرة، صدقوني عادل عبد المهدي يريد يطلع من الحكومة بس أتباع إيران ما تقبل، لأن بس تسقط هاي الحكومة الفاسدة إيران راح تنهار بالكامل، لن يعتبرون العراق منجم من الذهب، الآن مسكتين شعب إيران بفلوسنا، بس يقطع كل شيء عنا من العراق راح يثور شعب إيران ويسقط هذا النظام. سيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وأحيي هاي المنبر العظيم، وأحيي وألف رحمة على شهدائنا الأبرار والعار والخزي لإيران والحفلات مالتها وأمريكا وإسرائيل. كل وهاي احنا نشكر هذول المتظاهرين اللي هسه يؤدون واجباتهم بكل قوه وكل حماس، وهذا الحب العراقي وهذا الامل. احنا املنا بهالشباب اللي هم يحكم هذا البلد، املنا بهم، هم راح يحكمون هذا البلد وهم راح ينظفون من هالحفالات الموجودين الايرانيين من الخزعلي الى هادي العامري الى كل اجنبي جاي هنا ياكل بخيرات العراق والفقير يقتلونه. واما هذول المندسين اللي يضربوهم كلهم، هذا الايرانيين خششوهم حجه الأربعين، خششوهم 400 واحد خشه حتى قناصه يقنصون بهالشباب. انا اقول يعني الانسان العراقي، العراقي الشريف المخلص منصدق واللي يحب بلده وهو نظيف وعفيف ما يضرب عراقي. هذول كلهم مو عراقيين دا يضربون كلهم مو عراقيين. هذول كلهم حفالات امريكا واسرائيل وايران. ايران اللي عندها صار ويانا مال 8 سنوات بتطلع بينا. ايران تعتبر العراق هو بلدها، تعتبر بغداد هي محافظه من محافظاتها، ولكن هيهات ما يصير من محافظاتها، وهيهات يصير لها بلد اسمه العراق. هيهات طول ما هالشباب الموجودين هذول بلدنا هو راح ينتصر، هو راح يرجع يتقوى وغصب على الفاسدين. شكرا جزيلا سيدة أم أزهار، كنت معنا من بغداد، وضحت الصورة. أركان من بلجيكا تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا بالرجوع الى يوم امس بالنسبه لموضوع المدعو مقتدى الصدر بنزوله الى مظاهرات النجف لايهام الناس يعني بانه هو مع المظاهرات، ولكن هو العكس كذلك، لانه هو يريد كما اسلفت سابقا يريد ركوب الموجه وتذويب هذه المظاهرات العفوية التي خرجت. تم تداول بعض المقاطع يقال من خلالها أنه طرد من هذه المظاهرات. نعم، أنا شفت هذا المقطع، ومن داخل سيارة، من شخص كان يصور من داخل سيارة أنه طرد. والموضوع الأكبر من هذا أنه هو يعني أكثر من يعني مئات الآلاف، ما نقول ملايين، في ساحة التحرير في يومها عندما أعلم في تغريدته أنه سيتفق مع المجرم هادي العامري حول إنهاء الأزمة، صاح جميع ما موجود في ساحة التحرير أنه لا مقتدى ولا هادي، العراق يظل بلادي. هذه ردهم عليهم. وفي اليوم التالي رد في تغريده أنه ليس له شأن في الشأن السياسي وخلاص وانتهى، لأنه عرف أنه هو يعني غير مقبول في الشارع العراقي. سيد أركان، سؤال مهم يطرح الآن. ما الذي يمكن أن يقدمه الصدر والعامري للعراقيين وللعراق كبلد في ظل وجود نواب لهم ووزراء ومدراء ومحافظين وهذه السلطة وهذا النفوذ، ولم يقدموا شيئا واحدا أرضى المجتمع منذ 16 عاما؟ يعني هذا الاتفاق إلى ماذا قد يفضي؟ ما الذي قد ينتج للعراقيين الآن؟ اللي ينتج عن هذا الاتفاق إذا أفضى أو إذا كان يعني بينهم سوف ينتج دمارا أكثر من 16 عاما التي مضت. أولها البطالة والخدمات وفقد يعني لا وجود للأمن أبدا والفقر والإذلال. طبعا إذا قمعت هذه الثورة أو ذوبت أو يعني تم امتصاصها وارجعهم إلى منازلهم سوف يلاقون هذا الشيء. أما بخصوص هادي العامري رجل معروف لدى الجميع، يعني خاصة جيلنا نحن الكبار لدى الجميع. هو أتى إلى العراق لينتقم لسنوات الحرب التي كانت مع العراق وإيران
ألا يكفي انتقام؟ 16 سنة ينتقم، ألا يكفي انتقام؟ لا يكفي انتقام. وما وأكد لك على ذلك أنهم نبشوا قبور ضباط استشهدوا قبل أكثر من 30 عاما في الحرب العراقية الإيرانية، وأخرجوا جثثهم، وليس وجود الجثثهم بل عظام منهكة يعني لا وجود لها. لكن أنا عندي دعوة يعني في الختام، عندي دعوة إلى الشباب المحتج المنتفض الشريف، وأنا بهذا القول أقول نقبل أقدامكم أو أقبل أقدامهم أنا عليكم حرق وتمزيق صور الخميني والخامنئي وصناديق التي هذه كتب عليها صندوق الإغاثة، صندوق الخميني للإغاثة الإنسانية، عليكم كل شيء يرمز إلى إيران تحطيمه وتدميره، وهذا دالة كبرى. شكرا جزيلا سيد أركان، كنت معنا من بلجيكا وضحت الفكرة. أم محمد من الطارمية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحب أشارك في البرنامج وأقول الرحمة والغفران شهدائنا. الجميع بالعراق هم أخواتنا إن شاء الله. وأحب أقول إن شاء الله الله يعافي جرحانا جميعهم إن شاء الله من يوم الانتفاضة بدأت لحد هذا اليوم. ونرجع عن المعتقلين جميعا إن شاء الله. وأحب أوجه تناف. تفضلي. يعني ما دي يشوفون هذا الشيء اللي يصير قدامهم، الشيء اللي دا يطلع بالتلفزيون والمقاطع هاي ما تجرح قلوبهم. يعني أنا هسا مرة من الطارمية أنا سنية، هذول أخوتي دول اللي دا أشوفه ما دي هذا هيك يحرق القلب. يعني قنابل الغاز تجي براس البشر وهيك طالع سلمي لا كل شيء ما بإيده. يعني ما يتهزهم شوية مشاعرهم على هالناس هاي، ما يحشون شيء، ما يحاسبون بشيء، ما لهم طلبة بشيء. ليش ساكتين وقاعدين ساكتين لحد هذا اليوم؟ ليش هاي الأمريكية جتي وطبت بسخة التحقير وحاولت تحكي شيء بس هم قاعدين ساكتين كل شو بدي يحكون؟ ليش؟ طيب شكرا جزيلا لك يا سيدة أم محمد، وصلت الفكرة. أبو علي من أمريكا تفضل. أبو علي السلام عليكم. وعليكم السلام. معني؟ أسمعك تفضل. الله يخليك. بالنسبة لهاي المظاهرات يعني احنا هذا الشعب كله انتفض وطلع، يعني ذولا ما ادري شنو مسلبين على اي اساس هم مسلبين ما يستحون. يعني هو الثعلب مالهم الماكر اللي يقاتل هذا المالكي، هو اللي دا يوجههم، هو اللي دي يعني هو اللي يحكم بصفة غير مبينة. يعني هو اللي دا يوجههم. زين انت هاي صار هاي العالم الشهداء اللي ماتت من ذاك اليوم لهذا اليوم يعني ما استحوا ما قدروا ذولا من شعب من ما استحوا ان هم جايين من ايران على هسه بخطاب رئيس الجمهوريه قبل شويه يا سيد ابو علي، يعني نفس الكلام، شنو اللي قدمه؟ اخواتنا واحنا معاكم ونلبي مطالبكم. مطلب الناس هو اسقاط النظام. طيب هاي الحكومه عن اي مطلب تتحدث؟ تمام. أنا بس أرد أناشد أخوتنا ذولا اللي 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 انجبروا ويصيرون بالحشد، وذولا الأحزاب اللي على مود الخبزة مالتهم. أي. هذولا على مود الخبزة مالتهم راحوا بهيج مكانات على مود أن يعني معيشة الحياة شوية صعبة. البعض وليس الكل يا أبو علي. البعض نعم. بعض منهم الشرفاء نطلب من عندهم أن يتضامنوا مع المتظاهرات. رجاء 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 على كل شريط، ونطلب من رؤساء العشائر أن يوقفوا وقفة مشرفة مع هذه التظاهرة. نعم شكرا جزيلا لك يا سيد أبو علي، وضحت الفكرة. كنت معنا من أمريكا. نقرأ بعض الرسائل. تقول أخي خصم الكلام، هناك عصابة سرقة وطن وكرامة، وسيبقى هذا الوطن دماء الكل يعلم أن كل السياسيين هؤلاء دمى بيد إيران والشعب سيد نفسه. شكرا جزيلا. معنا فاطمة من أمريكا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا من كاليفورنيا. نعم. وشاركنا في المظاهرات هنا في سان دييغو.
السبت اللي فات. حاول أطفي حتى ما يكون ردا على رئيس الوزراء السيد هادي بأن يقول أن إذا استقال فهناك فراغ. هو ما عليه، هو بس يستقيله هو والحكومة المافياوية بتاعه ويترك الوضع للشعب. فالعراق مليان كفاءات في الداخل وفي الخارج. بس يا فاطمة، الحكومة لا تريد أن تعمل بهذه الطريقة. يعني لما عادل عبد المهدي رئيس الوزراء يقدم الاستقالة، الحكومة الآن تريد مقتدى الصدر وهادي العامري أن يخرجوا بشخص يكون بديل لعادل عبد المهدي. هذا هو الذي يعني يدور داخل المنظومة. هي نفس العصابة بس تغير الأقنعة. لا، الشعب العراقي واعي الحمد لله، والشباب هذا أكثر وعي. اصلا هم الشباب الالفي هذا هو اللي راح ينقذ الانسانيه، مو بس في العراق، هو متفق في العالم كله، حتى هنا في امريكا. الشباب الالفي شبع من هذاك الرجعيه، وشبع من هذاك الافكار المتعفنه، ومن يعني تمركز الاموال في اقاليله، ويعني الواحد ينصحهم خلاص نهبوا ما كفى، نهبوا يطلعوا. نعم، شكرا لك يا فاطمة، كنت معنا من أمريكا. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستمع إلى رئيس سيد أبو فاطمة من تركيا، تفضل. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ محمد. أنا عراقي، كنا عراقي. أحب أنوه على بعض النقاط، أرجو من أخوان المتظاهرين أن يوصل لهم الصوت. أولا الابتعاد عن الجسور، خلي المركز التظاهر يكون فقط في ساحة التحرير. اثنين الابتعاد عن شكو احتكاك بالقوات الأمنية. احنا مطالبنا وحدة، اريد اسقاط هذا النظام. اما بالنسبة للخطاب مال رئيس الجمهورية المسرحية اليوم ويعامليها على الشعب، واقول له يا سيد برهم صالح هذا كلامك بعد ما ياكل يم الشعب. احنا نريد اسقاط تام. شعب عراق انتفض، شعب العراق صار له 16 سنة ساكت، ويكفيك الحليم اذا غضب. العوائل تهجرت، أطفال تيتمت، أمراض انتشرت. هذا العراق، ولكم هذا العراق العظيم، أنتوا ويا من تتحاجون؟ أطفال، جهال، نساء. شفت الماجدة العراقية تساعد أخوتها؟ شفت الطيبة؟ شفت أبو التوك توك؟ أبو التوك توك اللي تجي وتجي الطلقة، هو ينقل الجرحى وتجي الطلقة تايهة. ما صايرة يا أخي، ما صايرة بكل العالم، ما صايرة. واللي معجبني العالم كله ساكت على الإبادة اللي تصير بالعراق. يا أمم المتحدة، يا حقوق الإنسان، يا اتحاد الأوروبي، امبارح أخوانكم رفعوا شعارات من ساحة التحرير يداعون الاتحاد الأوروبي ويداعون الأمم المتحدة. اليوم جتنا معلومات 2 نشطاء انخطفوا في حي الجامعة والعدل. يعني الخطف مستمر والقمع مستمر من قبل الحكومة. يا أستاذ محمد، أرجو أن يوصل صوتنا هذا. يعني وصل صوتك يا سيد أبو فاطمة، شكرا لك للمشاركة، كنت معنا من تركيا. معنا سيدة دنيا من لندن، تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. بس حبيت أوجه كلمة لرئيس الجمهورية، يعني هو ليش أصلا ما يطلع من الحكم؟
يعني هاي اللي يروحون الآلاف اللي يموتون والمظاهرات يعني ما عنده احساس. نعم. ممل متعب صار له كم سنة يبوقون هو يعني ما أعرف يريد أحكي. أنا خارج العراق. نعم. بس قلبي محترق على بلدي يعني ليش هيك اللي يصير ما عنده غير هو مدين قهر يعني هاي الولد كلها دا تروح ولد الشعب وهو مخت عائلته وضامين روحهم وعارفين ولد الخيبة كلها دا تروح. نعم. ليش يعني شنو اللي يستفاده هو ما كان بعد يعني هاي الشعب اصلا دا يهينه دا يقولوا له اطلع ما نريدك يعني واحد دا يطرده الوش باقي اصلا شنو يستفاده مو بس هو يا فاطمة مو بس هو يا دنيا ليش البقية مستمرين بالوجود؟ والله احنا اخويا كلهم ما نريدهم كلها حرامية حكومة حرامية ليش احنا تغربنا ليش تغربنا غير من سببهم وسبب البوق مالتنا دنيا ابراهيم الجعفري عندكم بلندن يا دنيا كلهم خاتلين هنا مو بس هو كلهم خاتلين كلها خاتلة يعني هاي باقة وشبعة وخلوا الشعب وهم ها كلها سافرت هاي البلندن وهاي بالسويد وما اعرف وين يعني ما اعرف والله تحتي. شكرا جزيلا يا دنيا. نقرأ بعض الرسائل المشاهدين الكرام. يقول عزيزي مشكلة العراق هو مجلس النواب لأنه يمثل الأحزاب وليس المواطن وهم أساس الفقر والقتل. نصف ميزانية العراق للنواب وهم أساس كل المشاكل بالعراق ويجب أن يكون أول مطلب هو إلغاء مجلس النواب خلال 13 عام لم يقدموا 16 عام تقصد لم يقدموا أبسط مقومات الحياة للمواطن غير الرواتب والامتيازات لأنفسهم والحل هو حكم رئاسي. رسالة تقول تحية حارة لشعب العراق الباسل مرة أخرى تنتصرون وينهزم الصفويون الأوغاد أذيال إيران الحاقدة. رسالة تقول السلام عليكم أنا عراقي وهتافي لا مقتدى ولا هادي حرة تظل بلادي. في رسالة تقول السلام عليكم تحياتي لك ولكادر قناة الرافدين صوت الحق أخوكم أبو آدم الهاشمي حتى يعرف الشعب العراقي اللي يصير على أرضه وأرسل رابط لمقطع أعتقد على الفيسبوك لا يمكن أن يفتح هنا. رسالة تقول نريد حكم رئاسي وليس برلماني. قائد عمليات ومع المحافظ كربلاء يقولون لا لدينا أي قتيل ولا جريح ما استحوا على شواربهم يكذبون عيني عينك على شعب شلع قلع ما مرغوبين عند العراقيين الشرفاء اللي خاف الوطن. طيب في رسالة تقول أريد المشاركة في البرنامج تفضل شارك بأي وسيلة مناسبة لك. يقول عندي فيديوهات تحرق القلب أتمنى إذا أدزها تعرضوهن. يعني هناك كثير من المقاطع المتداولة عرضنا منها الكثير ولازلنا نعرض كل ما هو جديد. أرسل ما لديك لدينا مجموعة من الخدمات التي تقدمها القناة خدمة أنت ترى موجودة على الموقع الرئيسي وبإمكانك أن ترسل البيانات من خلالها وكذلك لدينا الحساب الرسمي على موقع فيسبوك موجود بإمكانك أيضا أن تتواصل مع الموقع وترسل لهم ما لديك. يقول السلام عليكم شكرا لقناتكم الكريمة على تغطيتها لانتفاضة العراق. الأكيد أن هؤلاء الشباب الأبطال أسقطوا كل الأصنام التي كانت شاخصة لمدة 16 عاما لكن الطرف المقابل طرف مجرم وهؤلاء الشباب موجودون وحدهم بالساحات وغير محميين وعندما تشعر السلطة بأنها في خطر حقيقي ما عندها مانع تقتل كل الموجودين بالساحات وبدم بارد. معقولة ماكو قائد بالجيش أو الشرطة تأخذ الغيرة على هذول الزلم ويعلن حمايتهم على المتظاهرين يقصد أحمد محمود. تحياتي للعراق شكرا لك. يقول أحد المشاركين في رسالة أبشر العراقيين والعرب أن متظاهري المحافظات سيتوجهون إلى بغداد يوم غد الجمعة للتظاهر في ساحة التحرير مع ثوار بغداد أو المحافظتين بابل وبصرة والبصرة بحسب ما صرح به متظاهرو هاتين المحافظتين وقسم من المتظاهرين بالفعل دخلوا بغداد. يقول السلام عليكم أخوكم غافل الحاتمي من النجف الأشرف تحياتي إلى قناة الرافدين. أخي إحنا هاي الأحزاب ما نريدها لأن إيران دمرتنا. رسالة تقول
أخي السلام عليكم، يجب محاكمة المسؤولين من 20/3 ولغاية هسة. رائد من البصرة أحب أتصل عليكم لكي أشارك. رائد بإمكانك المشاركة بالطريقة التي تناسبك. معنا؟ من معنا؟ هند من فرنسا، تفضلي. نعم أنا هند من فرنسا. أهلا وسهلا. أنا حبيت أشارك وأتمنى يعني أن الناس تسمعني. نعم. أخويا طبعا هو أفضل شيء بالمظاهرات اللي صار هو اتحاد قوي صار. نعم. زين والشباب لهم أسرار وهذولا يعتبرون يعني سند العراق. احنا فرحنا بالمظاهرات واحنا صحيح بعيدين بس احنا وياكم قلبا وقالبا. نعم. زين بس اني يعني اريد اسال سؤال. تفضلي. انا اريد اعرف هو عادل عبد المهدي يعني هو ناوي يذبح كل العراقيين بهالطريقة؟ برأيك أنت إلى متى سيستمر الوضع في ظل رفض هاي الحكومة الاعتراف حتى بمطلب الشعب اللي هو إسقاط النظام؟ أصلاً هو مو معترف أخويا، مو معترف بمطالب الشعب وترك كذب كذب. كل من يقول لك إنه هو يعني قاعد مثلا يلبي وانا راح اعطي وانا راح اجيب، الشعب اساسا ما يريدوه، يعني ما يريدون حتى المطالب هذه سقطت بالنسبه لهم خلاص. يعني اللي ما قدروا يحققوه ب 16 سنه حيقدرون يحققوه بسنه واحده او باسبوع او بشهر؟ لا مستحيل مستحيل. هذه الرادله بعدين اخويا في شغله هو اصلا ما هذول الحكومه هسه بالوقت الحاضر إذا يريدون يسقطون نفسهم خلاص ويطلعون راح يطلع العراق مديون، ما يقدرون أصلا يسوون شيء للشعب. هو بالفعل العراق الآن مديون وهناك عجز بالموازنة. احنا واعيلة أخويا بس اسمح لي، احنا هذا الشيء واعيلة، احنا نعرف هذا الشيء زين، إن احنا مطلوبين فوق الخير مالنا وفوق كل شيء ومقصرين على الشعب وهم كل الأمور لهم وفوق هذا بعد مديونين. راح يطلع العراق مديون. انزين العراق بالفعل مديون يا هند، شكرا لك، كنت معنا من فرنسا. العراق بالفعل مديون، عليه ديون كثيره لصندوق النقد، وكذلك هناك عجز في الميزانيه وسرقات مستمره. ناخذ ياسر من الديوانيه ثم بعد ذلك نقرا ما لدينا من رسائل فيما تبقى من وقت. ياسر تفضل. حبيبي انا من الديوانيه. حياك الله حبيبي. احنا حاليا الشعب العراقي حاليا احنا محتلتنا ايران، الله شاهد. نعم. يعني احنا باحتلال من ايران، يعني يقتلون بالناس ويقتلون، يعني صارت قدامي وخروا جيش. واحد اجاني دي محل قال لي، قلت له وين داوم؟ قال انا بالجيش داوم. اجت قوات ايرانيه من عبد المهدي الكربلائي، قال لهم روحوا لاهلكم واحنا هنا نضل، ضلوا كثير متظاهرين. نعم. ومنه وجزعنا الله احنا هناك، كل هالناس تحكي وتقول ايران سبب دمار العراق، بس ما بدنا شيء. تطلع يقتلونك، شو تسوي يعني؟ نعم ياسر، الان اللي يسوي العراقيين او العراقيون هو يخرجون بالشوارع ويعتصمون ويتظاهرون ضد إيران وضد ميليشياتها وضد أذرعها وذيولها بحسب وصف الناس. فيعني لا أعتقد أنه بقى خوف أصلا لدى العراقيين في ظل المظاهرات والانتفاضة التي يشهدها. إيه بس ماكو فايدة، يعني إحنا صار لنا تقريبا 2 أو 3 ماكو فايدة، الأحزاب هي تحكمنا. الأحزاب تحكمك ويجي وقت وتنتهي يا ياسر، لا تفقد الأمل ولا تيأس. شكرا لك. والله لا ملينا وجزعت الناس، الله شاهد الناس قاتلة الجوع. نعم وهذا اللي بده يخلي الناس تطلع. شكرا يا ياسر، الوقت شارف على الانتهاء. هذا اللي بده يخلي الناس ده تطلع، الجوع، الظلم، الفقر، البطالة، نقص الخدمات، المعتقلين، المهجرين، كثير من الأمور، كثير الميليشيات وغيرها غيرها. طبعا المسلسل والقائمة تطول جدا لا تنتهي، فأسباب كثيرة تدفع العراقيين إلى الخروج. لم يبقى ولا يجب أن يبقى خوف أصلا
في نفوس من يشعر بالخوف من بطش الميليشيات لأنها تبطش به إن كان متظاهرا أو غير متظاهر. يقول أحد المشاركين: السلام عليكم، عادل عبد المهدي من يريد بديل بس خلي ينقلع على أساس هو خايف على البلد. يقول أحد المشاركين حميد الغزي يقول: مرحبا أخي، وفقكم الله لكل خير. قوات السوات في قضاء الشطرة قامت باعتقال وضرب وسجن المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة بأمر من حميد الغزي. عفوا. رسالة تقول: السلام عليكم، هذه رسالة أخرى. أستاذ محمد، بالنسبة لمندوبة الأمم المتحدة اللي تقول يجب أن تكون مصالحة ليشية، وين المشكلة؟ بمنو؟ بالمسؤولين أذناب إيران لو بالناس اللي دي تتراحم وتدعم المظاهرات بكل بطولة؟ أصلا صاروا مثال للدول بالتراحم وكسر شوكة إيران وكل من يحاول احتلال تاج راسهم العراق. رسالة تقول: أين جامعة الدول العربية تتساءل، ونحن أيضا نتساءل أين هذه الجامعة. تقول: أنا أم درر من العراق العظيم، ليس من أي محافظة وليس من أي محافظة، أنا دكتورة اختصاص تاريخ، وأقول عن يقين مستحيل مستحيل تسقط هذه المنظومة. تعرف ليش؟ لأن عملت لنفسها قاعدة عسكرية قوية أولا، وعدهم دعم إيراني ثانيا. يعني باختصار شديد صورة سوداء نتمنى لها أن تتمتع بقليل من الأمل، لأنه من أزاح أنظمة سابقة يستطيع أن يزيح أي نظام آخر، وكذلك الشعب الذي قام بثورات كثيرة وكبيرة وتاريخية يستطيع أن يقوم بها بغض النظر من هو المحتل وما هي أشكاله وما هو العدو ومن هو العدو. فيعني بلى هاي النظرات السوداوية اللي تحبط الناس. أخي والله ما يريدهم، ما يريدهم يا أخي، هي شنو؟ قطعة أرض ويريد ناخذها من عندهم، ما يستحون عملاء الكل الموجودين في الحكومة. طيب، وقت شرف على الانتهاء، نقرأ رسالة سريعة. رسالة تقول: الشيء المفرح بهذه المظاهرات هي أن الشعب العراقي قد حطم كل أصنام العبودية وكشف الستار عن ما تسمى بالحوزة العلمية. رسالة تقول: السلام عليكم، من 2003 احنا حكومة ماكو، لا يتحجج الدولة بحجة عدم وجود بديل، بس خلي يطلع وشعب عنده كفاءات مؤهلة تقود البلد. أم عبد الله. آخر الرسائل نقرأها من أحدث المتصلين، يقول: السلام عليكم، الحلول الترقيعية التي أطلقتها الحكومة لا تحل أزمة البلد التي يمر بها منذ 16 عاما، لأنها سوف تقع على كاهل الشعب مستقبلا، وإقالة رئيس الوزراء ليس الحل أيضا، إنما استبدال الحكومة برمتها واستبدال الدستور المعطل الحكم الرئاسي الحل الوحيد للأزمة. شكرا لك أيها المشارك العزيز. مشاهدينا، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.